سبقونا إلى الجنة إن شاء الله، لهم حق علينا قراءة الفاتحة، فلنقرأ الفاتحة على أرواحهم وأرواح شهداء فلسطين جميعا. شكرا للجميع. طبعا لقائنا اليوم كفنانين تشكيليين، كمهتمين كمجتمع محلي، كنخب من مجتمعنا، نخب ثقافية متعددة، التقينا اليوم بحضور إخوتنا وأحبتنا بمنتدى الفن التشكيلي، اللي لهم كل الشكر والتقدير على هذا اللقاء القيم اللي بيجمع نخبة مميزة من شعبنا المناضل البطل، اللي بيكافح بكل المجالات من أجل أنه يعكس قضيته ويوصلها للعالم بشكل أو بآخر. طبعا الفن التشكيلي لا ينسلخ عن كل المجالات الأخرى، وهو مرآة لإيصال الصورة النضالية لشعبنا. طبعا قضايانا متعددة، السؤال اللي بيطرح نفسه في وسط الظلام اللي احنا بنعيشه وكآبة المشهد اللي متراي أمامنا بشكل دائم، وين احنا؟ شو المطلوب منا؟ شو احنا عايزين؟ لوين احنا رايحين؟ الامور متداخلة لعنا. كتشكيليين دائما بنشكي، كمثقفين بنشكي. طيب موضوع الشكوى لغير الله مذلة، وبنفس التوقيت الاتصال ما بيننا وبين الخالق طالما انه موجود، بوجود ارواحنا ووجودنا على هذه الارض وعلى هذه الحياة، بتطلب منا بشكل دائم انه يكون في اتصال اخر متوازي، اللي هو الاتصال مع المجتمع، الاتصال مع كل العالم. لهيك هذا الاتصال بحمل في مضمونه اشياء متعددة، من ضمنها رسالة الفنان، رسالة المبدع، رسالة كل انسان فينا على هذه الارض، لانه موجود من اجل انه يوصل رسالته. فطالما اننا بنحمل مهمة هذه الرسالة في ايامنا المعدودة في حياتنا، يبقى مطلوب منا ان دائما نكون محملين بافكار متعدده، بكل ما يدور بخلجاتنا نستحضره ونسعى لتحقيقه. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه كفنانين تشكيليين فلسطينيين في غزه، همومنا متعدده. التقينا في هذا اليوم بدعوه كريمه من احبتنا في منتدى الفن ليجمعونا اليوم في قضيه تجمعنا ونتناقش فيها ونتحاور بحضور كل المهتمين من مجتمعنا المحلي والنخب الثقافية المتعددة، اللي نتشاور مع بعض ونتحاور وين المخرج خلال المرحلة القادمة. في جلساتنا الفردية أو حتى في دوائرنا المغلقة في إطار جلسات الجماعات أو التشكيليين والحديث المباشر بين فنان وآخر أو مثقف وآخر، بسأل السؤال نفسه دائما وبنعيده كل مرة، شو بدي أعمل؟ فيش دعم، فيش مساعدات، غزة مسكرة، الوضع صعب، وين بدي أعرض؟ مين بده يعرضني؟ طب ليش بدي أرسم؟ مين اللي بدي أرسم له؟ يعني الأسئلة كثيرة، الإجابات موجودة عندنا، زي ما هو السؤال موجود عندنا كمان، لأننا نلتقي ونطرح مع بعض السؤال والإجابة ونطرح كل شيء. شو همومنا، قضايانا، شو اللي إحنا بدنا إياه؟ عندنا مشاكل كتيرة، بنشكي من المحورية والشلالية، وبنحكي على قضايانا التشكيلية، إنه في إهمال للحالة التشكيلية في غزة وللفنانين بشكل أساسي، إذا كانت من بسبب واقع السياسي المفروض على غزة نتيجة الظروف، إذا كانت غزة أو رام الله أو ما إلى آخره، بنتكلم على مؤسسات الـ NGOs وموضوع الدعم والمشاكل تبعتنا في إنه بعض الفنانين بيحصلوا على دعم نتيجة معرفتهم لكيفية الاتصال والتواصل مع مؤسسات أجنبية، إمكانية إغلاق المعابر والأزمات السياسية اللي نتيجة إغلاق المعابر، وبعض الأحيان المنع الأمني اللي بيمنع الفنان من الوصول لمعرضه بالضفة الغربية أو بالخارج أو في مصر أو حتى في أي مشكلة بتواجهه. كل هذه الأشياء بتدور في خلجات وعقل كل واحد فينا. طيب
هل طورنا أنفسنا؟ السؤال بطرح نفسه، هل طورنا أنفسنا؟ هل سألنا نفسنا السؤال إحنا طورنا أنفسنا بما يرتقي بالحركة التشغيلية الفلسطينية اللي بتنافس طبعا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وإلها حضورها، ولكن لما نيجي نقارن الحركة التشكيلية بمثيلاتها في العالم بنلاقي إنه إحنا حتى في الشرق الأوسط لا إحنا مش متقدمين زي الفن العراقي أو السوري أو ما إلى آخره. طيب لما بننتقل لبعض الدول وبنشوف التجارب الموجودة في إطار الاطلاع والتواصل بتختلف الرؤى عنا. في منا عدد من الفنانين مثابر مجتهد بيبحث بشكل دائم، بحاول بدخل في التجربة الشخصية، وهذا اللي بدنا نحكي فيه اليوم، تجربتنا الشخصية وتجربتنا اللي على مدار اللحظة في إطار التواصل مع المساحة البيضاء للوصول لشيء يرضي الذات ويرضي قناعاتنا بأن احنا وصلنا لمرحلة متقدمة، إن بنتقدم بنرتقي شوية لأن نوصل لشيء بيواكب تقدم الثقافة وتقدم الرؤية التشكيلية البصرية تحديدا في المحيط العربي. بعض الثقافات كلنا بنعرف وكلنا هيتنا مدركين بأنه إحنا معرضين ضمن مجتمعنا في الشرق الأوسط للغزو الثقافي وما يمارس بأشكال متعددة ومن ضمنه الفن التشكيلي وتغير المفاهيم، لأنه لما بدنا نقدم مشروع لأي مؤسسة أجنبية السؤال اللي بطرح نفسه بشكل دائم، هل قدمت شيء يغير في المفاهيم والثقافة في المجتمع؟ بيقبل إذا حاكى بالذات قضايا معينة حساسة بتلبي طموح الغرب في اتجاه الشرق، وهذه قضايا متعددة ومتداخلة وكلنا بندركها. طيب ما هو كمان الأشياء هذه لما بدنا ندركها كفنانين يبقى بدنا ندركها كمثقفين، بدنا ندركها كمجتمع بشكل عام. طيب السؤال، إحنا بنرسم ما بنبيعش لوحاتنا، فيش مزادات عندنا في غزة، فيش مجال لأن نسوق أعمالنا، الأعمال تسوق لناس معينة نتيجة اتصالها وتواصلها مع نخب اقتصاديين أو بعض الناس المتنفذة واللي بتستطيع أنها ترتب أمورها. بعضنا عنده أعمال وبإمكانه أنه ينتج أعمال، ولكن هذه الأعمال مكدسة في مرسمه الخاص اللي ببعض الأحيان ما عندهش مرسم كمان، وهذه كمان من ضمن مشاكلنا. احنا التقينا اليوم على فنجان القهوة وجميل ان نلتقي على فنجان القهوة، لانه القهوة شوي بتصحصحنا وبعض الاحيان بتستدعي عنا اشياء كثيرة، وملكاتنا الابداعية مرات بتحضر مع القهوة، وبعض الاحيان ممكن نخلطها مع الواننا. فبشكل او باخر الموضوع همومنا كثيرة، وإذا تكلمنا دائما بنحكي هذا الكلام في بعض الأحيان بنكون قاعدين نفرين ثلاث انفار ممكن نتكلم فيه، ولكن هل حكينا بالمجموع العام إن نلتقي ونتكلم فيه ونسمع بعض؟ يمكن أنا أول ما دخلت كنت حابب إنه اللقاء يكون يعني بشكل مباشر ودائري مش بشكل صفي، وهنا عشان نكون إحنا مباشر أمام بعض يمكن صوتي حتى لو سبت المايك كمان حيوصل للجميع. وأنا عم بطلع فيكم كلكم عم بشوف مشاهد كتيرة متعددة بتدور في عقول كل واحد فينا، أسئلتنا كتيرة، قضايانا كتيرة، مشاكلنا كتيرة، كتشكيليين أنا نتجمع ونشكي لبعض، يعني أشكيلك وتشكيلي زي ما بقولوها في بعض الأحيان لما بنيجي بنمزح مع بعض ونقول أشكيلك وتشكيلي، فعلا مش بس الشكوى، لا الشكوى في إلها مردود على المساحة البيضاء في إطار المخرج أو المنتج الفني اللي بده يعكس كل تساؤلاتنا وإجاباتنا من خلال ما نقدمه. ما يراد إلنا أن نقدمه من خلال طموحنا وآمالنا لابد أنها يخترق الظلام، عشان هيك كان العنوان أنه آمالنا تخترق الظلام. فعلا إلنا آمال عظيمة، هذه الآمال بتدور في داخل كل واحد فينا، آن الأوان لأن نطلعها مع بعض ونحكيها مع بعض ونتشاور مع بعض ويكون في أمامنا خطوات عملية نقدم عليها في الإطار الفردي وفي الإطار الجماعي، في إطار استنهاض الهمم وعدم الاتكال على الآخر. في عنا مشكلة الاتكالية، المجموعات كل مجموعة بتستطيع أنها توفر إمكانيات محددة لثلاث تنفار، عشر تنفار، سبع تنفار، ولكن ما بتلبيش طموح الآخر. ولكن المجموعات إذا سعت كل مجموعة كل أربع تنفار، خمس تنفار، سبع تنفار، شكلوا مجموعة حتى أيا كان هذا المسمى وهذا الجهد، وثابرت واجتهدت ومجموعة أخرى تكاملت معها، يبقى إحنا غطينا أكبر عدد ممكن في ظل غياب المؤسسة الرسمية.
وأنا بحكي هنا بحرقة لأنه الحركة التشكيلية والثقافية في غزة مغيبة نتيجة غياب المشهد الثقافي بالشرق الرسمي. ما فيش جسم حاضر لإلنا كتشكيليين يهتم بقضايانا ومشاكلنا. خريجينا أبنائنا اللي بتعلموا 4 سنوات وبالنهاية بيطلع الخريج ما عندوش لا مجال يشتغل، وبستنى حد يجي يبعت له يرسم، أو بعض الأحيان يشتغل في الدهان أو يشتغل في أي مجال من المجالات غير مجال الفن التشكيلي علشان خاطر أنه يلبي حاجة بيته وحاجة أسرته. وهذه قضايا يعني صارت كئيبة لاعتبارات كثيرة، الهموم كثيرة، القضايا كثيرة. إذا بدنا نتكلم عن كل واحد فينا أمامه عوائق، بعض الأحيان إحنا بنوضحها على فكرة، وهنا أمالنا تطمس، إحنا بنطمسها بإيدينا، وبعض الأحيان إحنا بنتفوق على معيقات اللي وضعت أمامنا في المجتمع وبنحاول إن نتغلب عليها بجهد فردي. هذا الجهد إما بلاقي حدا يحتضنه ويدعمه، وبعض الأحيان ما بيلاقيش. يعني أنا أحكي بشكل واضح، أنا كفنان تشكيلي لما أجت الفرصة إني ألتقي معاكم ويكون في حدث لإني أتواصل معكم وتتواصلوا معي ونتكلم، مش فقط كغانم، لا نعتبر إنه أنا بتكلم عن الجميع، لسبب إنه حتى زملائي وإخوتي الفنانين اللي غايبين اليوم بيحملوا نفس القضايا، نفس الهموم، نفس المواضيع. طرحناها قبل 2 أو 3 في لقاء مع أخوات إلنا، كان لهم معرض شبر أمرة في غزة، وهذا المعرض بيحكي قصة رائعة لأخوات بيعكسوا رؤية تشكيلية معاصرة محملة بالمفاهيم المعاصرة اللي استطاعت إنها توصل بطريقة إيجابية. في هذا اللقاء كان في شيء بيطرح نفسه، دعا أخونا وحبيبنا الفنان التشكيلي محمد أبو سل للقاء. هذا اللقاء ادعى له عدد من الزملاء من الإخوة والأخوات، واللي استطاع إنه يجي يحضر كان نفس الشيء بطرح السؤال، بطرح نفسه إحنا لوين رايحين، شو بدنا، وبنفس التوقيت شو المطلوب إن نتكاتف مع بعض، لأنه فعلا في حالة الغياب الكل عم بسعى وبيقاتل من أجل إنه يكون. فكل واحد فينا بحاول يسعى لمعرض شخصي، بس على مشاركة، حتى بعض الأحيان مشاركة فردية، يتيمة فقيرة بتزحف في بعض الأحيان، وبعض الأحيان ما بيلاقيش ألوانه وخاماته وأدواته، أو بعضنا بيهرب لمجال عمله إذا كان هذا العمل في مجالات الحياة المتعددة، أو بعض الأحيان برتكن لليأس وبترك الأمر وما بديش أشارك. فهنا بصفي إنه تراكمت أعمالنا وتراكمت آمالنا وتراكمت همومنا وركمنا كل شيء. في غزة بنعيش القلق كلنا كمجتمع فلسطيني بعيد عن الفنان التشكيلي، إحنا بنعيش القلق، وهذا القلق متلازم معنا كبشر كفلسطينيين في غزة. إحنا عايشين بنلتقط الحياة وبنشعر إنها بدها تهرب منا في لحظة، فبنسعى وراها وبنجري جراي. ليش؟ بدنا كل شيء، بدنا نتعلم وبدنا ناكل وبدنا نتجوز وبدنا نسافر وبدنا 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 وبدنا. طيب ماشي الحال، بدنا كل هذه الأشياء صحية، بس في النهاية نهدى نهدي سريرتنا عشان نعرف حتى نتمتع بهذه الأشياء وفي الحياة كلها هيتها. طيب الأمر وين؟ بضل ألف وأسأل سؤال، وبعض الأحيان بدي أجاوب وبعض الأحيان بجاوبش، وكلنا بنمتلك السؤال والإجابة، لأنه فعلاً إحنا مسكونين بالقلق في غزة. لما بنطلع برا على فكرة نشعر براحة وسكينة، ولما بتشوف الفن التشكيلي في العالم أنت بتتذوقه، وبعتقد بعض زملائي وزميلاتي كانوا برا وشافوا كيفية الاستفادة من الفن. هنا الاستفادة استفادة بصرية محدودة من خلال التواصل الاجتماعي ومن خلال مواقع الانترنت وما إلى آخره. هذه وصلتنا للعالم وجعلتنا نطلع على أعمال التشكيليين وعلى أعمال الأعمال الفنية في العالم، ونعرف لوين وصل الفن المعاصر وإيش قضايا وأموره. ولكن هل واكبنا بالشكل الحقيقي؟ هل اتطورنا في مجتمعنا إحنا هنا في غزة كفنانين اشتغلنا؟ لا ما لقيناش. لأنه هل في إمكانية إنه يكون في عنا ورشة أو ورش للفن التشكيلي المعاصر برؤى مبتكرة، بطرح قضايا تشكيلية مبتكرة ابتكارية جديدة تثري المشهد العالمي وتؤثر فيه بشكل قوي؟ بعتقد انه الامر نسبي، الاجتهاد فردي. بعض زملائنا فعلا بيجتهدوا من اجل انهم يوفروا دعم اجنبي وخارجي، وغالبية
الأنشطة الثقافية في اتجاه الفن المعاصر ما بتعتمد اعتماد رئيسي على موضوع التمويل الأجنبي. وهل التمويل الأجنبي هو الحل؟ في بعض الأحيان احنا محتاجينه كلنا على فكرة في مجتمعنا، محتاجينه في ظل غياب الجسم الرسمي وغياب المؤسسات وغياب أي حدا داعم للفن التشكيلي. نحكي بشكل واقعي، لا مؤسسات ولا وزارات ولا أي شيء متعلق بالفن التشكيلي، ما فيش نقابة، ما فيش جسم، ما فيش اتحاد، ما فيش رابطة، ما فيش أي مسمى، حتى المسميات في الضفة الغربية مش موجودة. يبقى ما فيش أجسام تشكيلية موجودة لا بالضفة ولا في غزة. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، إحنا في عنا شيء اسمه الاتحاد، وكنا بنتأمل خلال المرحلة الماضية إنه نعيد الروح لهذا الجسم وإنه يحيى من أول وجديد ليلم التشكيليين وهمومهم وقضاياهم ويكون في عنا مرسم في غزة. بعض الفنانين، احنا كفنانين في بعض ما عنده مرسم وبيستطيع من خلاله انه يرسم ويحقق ذاته، بعض الاحيان ما فيش مكان يرسم فيه. هذه من ضمن مواضيعنا. طيب السؤال، احنا التقينا اليوم بس عشان نستمع لغانم، معلش سامحوني اذا انا طولت عليكم وسامحوني اذا يعني استرسلت في مواضيع متشعبة وانا مش محضر ورقة ولا بدي اقرأ عن شيء نصي، لا انا بدي اتكلم بالشكل المباشر في هذا اللقاء. أنا مش مرتب الأفكار، الأفكار بتستدعي نفسها لوحدها. زي ما كمان أمام اللوحة التشكيلية حاليا إحنا وصلنا لمرحلة، مش في مرحلة النقل والمرحلة الأكاديمية، انتقلنا من مرحلة أكاديمية كتشكيليين اللي فينا بدرس في إطار الفن وعم بيطور قدراته في الإطار الأكاديمي جيد، ولكن ما بعد الأكاديمية؟ والسؤال اللي بيطرح نفسه، حتى الفنان اللي صفى اليوم مدرس وموجود في موقعه كمدرس ومعلم للفن، هل هو ما زال في دائرة الأكاديمية المنغلقة ولا خرج منها؟ احنا عم العصر بتقدم فينا بشكل سريع، العالم كله بيجري بالإجراي، احنا وين؟ من حقنا نسأل أنفسنا هذا السؤال، ومش بس نسأله، لا لا لا، نسعى لعملية ان نطلع من الدائرة الأكاديمية للدائرة الحرة في إطار التشكيل المعاصر. إن نشوف وين وصلنا في الإطار المفاهيمي، وين وصلنا لكل قضايانا. جهد مشكور من قبل بعض الزملاء عنا في إطار الحالة التشكيلية في غزة، كالتقاء بدي أسميهم كالتقاء، كشبابيك، كبلتة، كألوان حرة، كأي مسمى من المسميات اللي شغالة في غزة، إلهم الشكر بغض النظر عن حتى لو نسيت ديوان الفن، أي مجموعة تشكيلية بتعمل حراك إيجابي في الساحة التشكيلية. أنا لما بتكلم اليوم يمكن كلامي منقوص لأنه غير متكامل، لابد أنه يتكامل معاكم، مع جزء من زملائي الموجودين، مع حديثنا، لقاءنا على هانا اليوم على كاسة قهوة بيستدعي أنه يكون في لقاء آخر على كاسة شاي كمان، ولقاء آخر على تورتة أو على أي شيء، على بسكوتي، على أي حاجة، على منسف اللي بدك إياه. مش مشكلة، المهم أنه أهم شيء يا جماعة الخير أنه نلتقي. لما المنطقة الوسطى فيها اللقاء، حتى لو كان موجود في رفح بدنا نروح، إذا اللقاء موجود في جباليا بدنا نروح. ولما بدعونا زملائنا ياريت نلبي الدعوات كلهيتها ونتشابك مع زملائنا، لأن بركي يعني لعل وعسى إن نحاول باجتهادنا، لأنه إيد لحالها بتزقفش. ونحكي بشكل صريح، وين إحنا من الالتفاف نحو أي إمكان بيعمل معرض وبنروح إحنا نشارك فيه؟ ليش ما بنروحش؟ بنروح على بعض المعارض ومعارض بنروحش، بنروح على بعض الندوات وبنروحش. طب بنستنى حد يعمل لنا الندوة؟ طب هل في حد فينا بادر حتى لو في مرسمه في خان يونس، في غزة، في جباليا؟ ادعونا في مرسمكم يا جماعة الخير، خلونا نبادر مبادرات فردية فعلا في ظل الغياب. جهدنا الفردي هو المحقق، ما دون ذلك ما نعولش ولا على حدا على فكرة. لأنه نحكي بصراحة، لو أي واحد فينا جاع وما رحش بإيده يعمل أكله وما بوكلش، لو ما حمسكش الأكل في إيده ما بدخلش اللقمة بتمه. يبقى إحنا بإيدينا وبإمكانياتنا ممكن إن فعلا نعمل حاجة. وبعتقد كتير منكم عنده كلام أكتر مني، ولكن هذا الكلام بده يضلوا في داخلنا لوقت إيش؟ لما بيكون هذا اللقاء. يعني اليوم فرصة عظيمة إلنا إن نلتقي، بمجرد إن نلتقي ونشوف بعض ونسلم على بعض هذه تعتبر فرصة. ويمكن صرنا نستنى المعارض عشان تجمعنا، ونستنى الفعاليات عشان تجمعنا. واليوم فعلا إحنا مشتتين في غزة كتشكيليين، فعلا في عندنا مشاكلنا متعددة. ويمكن اللي استدعانا كل هيتنا
اليوم مش كتير مشكلتنا مين اللي استدعانا ولا مين اللي سعى لهذا الأمر، بل بالعكس كل إنسان سعى لتجميع حلقة من حلقات مجتمعنا، كل الشكر والتقدير له، لأنه فعلا إحنا في غزة عندنا إمكانيات وعندنا الخضرات وعندنا الطاقات المبدعة والخلاقة واللي بتستطيع أنها تنافس، عندنا زملاء فنانين ما شاء الله عليهم في كل المجالات. المشكلة وين بتطرح نفسها؟ يا عمي صحتين فلان الفلاني عمل معرض، هياته بعمل في الفرنسي، بعمل في كذا. طب وانت مالك؟ روح اعمل، اشتغل زيه، اجتهد، انتج لوحات، سكر على حالك مرسمك واجتهد لوحاتك واعمل لوحاتك واعمل زيه. فقط موضوع الشكوى فعلا انا بتكلم، معلش مش موضوع اني بدي اجلد الذات، لا بدنا نجلد الذات كل مره عشان احنا نضلنا دائما يعني جسمنا حي وعقلنا حي، ما نغيبش حالنا واحنا يعني بدنا ننافس وبدنا 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 ومش سعيين ولا الحاجة، فلا بدنا نسعى. طب كيف بدنا نسعى؟ هنا السؤال بيطرح نفسه، لابد من ان نجتهد على ذاتنا اول حاجة، عشان لما يكون في عندي منتج فني موجود باستطاعتي اني اروح ازاحم علشان اعمل معرض واسعى لجهة انها تعمل لي معرض ايا كان هذا المعرض. حتى في بعض الاحيان انا بدي اتكلم في شكل واضح جدا، احنا بدنا نضلنا ننتظر الساحات المغلقة؟ لا، احنا في غزة حطمنا كل الارقام على فكرة، وحطمنا كل الاشياء المغلقة، بامكاننا نكسر القالب. في الشوارع بدنا نعمل معارض، في السواق بدنا نعمل معارض، في كل مكان بامكاننا نعمل معارض. اليوم الفن المعاصر بطل يسكر في قاعة مغلقة او في قاعة محصورة، صار ينطلق لفضاءات اخرى، بيستخدم اليوم كل المجالات. اتداخلت الفنون في اطار الفن المعاصر، اتداخلت كل الفنون وصارت مزوجة ما بين أكثر من فن مع بعض، للخروج برؤية تشكيلية معاصرة وبرؤية تشكيلية فيها شيء من الابتكار والجديد. طيب إحنا أهم شيء عندنا موضوع الأصالة في الفن، جميل إنه تكون أعمالنا محملة بهذه الأصالة المرتبطة بقضايانا وهمومنا ومواضيعنا وما إلى آخره، حتى العمل اللي بعض الأحيان بنضر له البعض انه هذا العمل يعني خارج اطار الحاله الاجتماعيه او المجتمع. لا، في حريه للفنان بانه يطرق ابواب صادمه ويترك الصدمه لتلاقي طريق الها وتوصل لعقول الناس وتطلع الصرخه الموجوده جواتنا. اعمال تشكيليين مبدعه عم تطلع في غزه بغض النظر، ببعض الاحيان بيزاود البعض على البعض، هذا العمل ضعيف، هذا العمل مش عارف شو، طب هذا العمل له خصوصيته، له حالته. كل واحد فينا لما رسم برسم بيكون في حالة معينة، هذه الحالة إذا أنا غضبان إيش بدنا تطلع لوحتي؟ ترقص؟ تطلعش ترقص، تطلع غضبان. إذا أنا يعني سؤال، لما الواحد فينا بيكون جوعان ممكن يكون بطاقته الطبيعية؟ مش ممكن. هيك إحنا بني آدمين بشر، كتشكيليين عندنا إحساس مرهف، ولكن هذا الإحساس مشتت في ظل حالتنا الفلسطينية. حالتنا الفلسطينية حالة مبدعة، ذكر زميلي محمد أسماء عدد من الشهداء والفقداء، واللي أنا حبيت أنه أبدأ اللقاء بأنه يكون ترحم على أرواح الفقداء حتى منهم، واللي اليوم كتير من الأحيان لما بنستدعي أعمالهم بنشعر أنهم سبقونا في أعمالهم اللي كانت من قبل 10 و20 سنة و15 سنة، سبقت كل الأجيال، واليوم إحنا عم بنحاول نقلد هذه الأعمال. في بعض الفنانين بنحاول ان نقتبس منهم، ان نتاثر فيهم. طيب سؤال، هل احنا تركنا عمل جديد اللي ياثر في الاجيال للفتره الجايه؟ هاي اللي بدنا اياه، هاي اللي بدنا نوصل لها، هاي المطلوب منا ان نوصل له. وبعتقد القضايا متعدده والمواضيع كثيره، معلش يا جماعه الخير انا طولت كثير، ومساء الخير للي ورا كلهم. وطبعا يعني جميل انه نتبادل الحديث، معلش انا حكيت باريحيه، يعني جزء بديش احكي انه يمكن نقطة من بحر من اللي عندي، اللي عندي كتير وبامكاني اتكلم من هلا ساعات، ولكن خلي المجال مش فقط لإلي. ومعليش انا متأسف اني انا طولت كتير في الحديث، ولكن بدنا نسمع بعض ويكون الصوت يعني متداخل ما بيننا ومتواصل ما بيننا للوصول لشيء في المرحلة القادمة، لنوصل بنتائج. يعني خلينا نطلع بناتج لهذا اللقاء اللي ممكن من خلاله نوصل لورشة عمل، نوصل للقاء تفاعلي آخر، نوصل لأن نلتقي بعد هيك إن شاء الله في قطعة أرض في الشمال عند حدا يستضيفنا على كاسة قهوة أو شاي في أرضه، ما في مشكلة. وتأكدوا تماما كلنا بنستنى بعض لأن نتواصل، ولكن مين المبادر؟ هنا السؤال،
زي ما بتبادر أمام اللوحة وبتوقف قدام مساحة بيضاء وبتستدعيك لأنك ترسم عليها وبتبادر للرسم، كمان خلونا نبادر لأننا نلتقي ونتجمع. أحبتنا في الشمال كل الاحترام والتقدير، أحلى فنانين الله يخليكم. طبعا الفنانين لما أجوا من الشمال أجوا لأنه شعروا أنه هذا اللقاء فعلا إحنا محتاجين اللقاء. إخوتنا في خان يونس، في الوسطى، في غزة، في كل مكان، يعني هذه الوحدة لما تجمعت اليوم ما تجمعتش في إطار مصلحة أنه والله في موضوع يعني غانم الدين عنده العسل اللي بدنا نأخذ منه، لا 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 لا، بالعكس غانم إنسان بسيط جدا زيه زيكم، وأنا واحد منكم وأنتوا واحد مني. بكل الأحوال أخواتي وإخوتي كلنا عندنا هم واحد، بنسعى بعض الأحيان لأن نأخذ بعض الأعمال تجارية عشان نغطي أي شيء أي مبلغ، بنرسم وبعض الأحيان بيبقى الرسم مسلط سيف على رقابنا، بيتم اضطهادنا وابتزاز الفنانين واستغلالهم بكل مكان في المؤسسات في وين مكان، وصفت حتى الاحترام قيمة الفن بسيطة ودخلت في دوائر متعددة. وهذه قضايا كتيرة بديش أحكي فيها لوحدي، وياريت أسمع الصوت من زملائي وأشوف أبدأ أفتح حوار، أكيد يعني مش بس حوار، التداخل مفتوح للجميع. وبعتقد أنا يعني حكيت عن البعض للبعض وعشان يوصل للجميع أو يوصل للبعض الآخر، ولكن محتاجين أنه دايما فعلا هذا اللقاء يكون مفتوح بيننا. وياريت وأنا بوجه الدعوة زي ما أخونا محمد بادر في أبو سل في لقاء الحوارات أو في حوارات مفتوحة في غزة، كل الاحترام والتقدير له لزملائي في التقاء وشبابيك والمجموعات الأخرى كلها اللي كلها بتحاول إنها يعني تغطي الفراغ في ظل غياب المشهد الرسمي، وإنها تكون معول بناء إيجابي بغض النظر عن بيعجب مين بيعجبش مين. بكل الأحوال يتفضل، اللي مش عاجبه حاجة يتفضل يعمل أي شيء. بكل المجموعات كلها على رأسنا من فوق، كل الفنانين لما بيشاركوا كل مكان بنشوف فيه فنان يعتبر وسام فخر إلنا، وهذا المكان بنقدره وبنحترمه الاعتبار واحد، كلنا بنكمل بعض وما حدش فينا أفضل من التاني، لأنه المشهد لا يكتمل بالفرد ولا يكتمل بنقطة التراب. نقاط التراب لما بتتجمع مع بعض بنشوف أرض، بنشوف تراب، بنشوف مش حبة رمل، حبات رمل متناثرة. لما بنقول مجتمع فلسطيني بنتكلم مش على واحد ولا بنتكلم على فنان ممكن يغطي مشهد أو يغطي حاجة، لا لا، ما حدش بلبي مطلب كل الناس. حتى لو أجت مؤسسة تشكيلية وبدها تحاول تغطي الجميع بدون تكاتف كل التشكيليين بغض النظر عن اختلافاتهم واتجاهاتهم التشكيلية والفكرية وما إلى آخره، كلها هيتنا بيوحدنا الفن التشكيلي. ويمكن الجميل في الفنانين التشكيليين قربهم وتلاحمهم بغض النظر عن كل اختلافاتهم وتوجهاتهم، وهذا بيشكل حالة إيجابية بنتمنى إنها تدوم. والله يديم المحبة لأنه الحب هو اللي بيجمعنا، وبالحب بنرسم وبالحب بنلتقي وبالحب إحنا بنتواصل وبنوصل رسالة للعالم كله إنه هذا الحب حب إنساني نقي وطاهر، طهارة الفلسطيني الموجود. فبناء على هيك يعني أنا متأسف كمان مرة على الاستطالة وبترك المجال لكم، وشكرا لاستماعكم لي. شكرا أخونا أبو دياب، بارك الله. بنكرر ترحابنا في الإخوة الحضور، وبنرحب في أخواننا الفنانين من شمال القطاع حتى جنوب القطاع، أهلا وسهلا فيكم. كما نشكر أخونا الأستاذ غانم الدين على هذه الكلمة الطيبة، يعني في النهاية بنأكد